وهل هناك أجمل وأمتع من سالم الدوسري؟ سالم الدوسري يمثل اليوم هو الورقة الرابحة في الهلال، مع احترامي لكل اللاعبين الأجانب اللي، ويعتبر أيضا في اعتقادي لو كان هناك إنصاف لكن أخفيت الجائزة كان استحق سالم جائزة أفضل لاعب آسيوي. بالتالي أعتقد النجومية بالنسبة لسالم هي من هو السؤال الكبير عندما يغيب سالم عن مستواه، عندما يغيب عن التهديف. لكن سالم ما شاء الله علامة الجودة في دورينا بشكل عام. حلو دكتور، حارس الجولة كنت عم تحكي على الحراس، اخترناه مصطفى ملايكي حارس الفيصلي. صحيح صحيح، يعني إمكانية كبيرة جدا، وأنا دا أقول وظل أقول حراس في الدوري السعودي على مستوى عالي جدا، كلهم منافسة قوية بيناتهم، لكن ملايكي كان هو الأفضل. هو الأفضل. أبو محمد، الاتحاد 13 مباراة بدون هزيمة، تعادل واحد، يعني هل ترى بوشه على اللقب حتى بغض النظر عن مواجهته مع الهلال؟ الاتحاد السنة دي مختلف، الاتحاد حقيقة فريق تدريب مدرج إدارة في تناغم كبير، تقرأ من خلالها شخصية الاتحاد البطل. الاتحاد ترى من الأندية اللي تفهمه يمكن من 3 4 5 مباريات، فما بالك عندما الآن يوصل إلى قبل نهاية الموسم وهو متصدر وبيقدم من جولة إلى أخرى مستويات مبهرة. بالتالي أعتقد أن الاتحاد السنة دي ذكرنا باتحاد زمان، وعودته لا شك أن عودة تضيف للدوري وتضيف أيضا للمنافسة في بشكل عام. فالاتحاد عندما يغيب ظل السؤال كبير، لكن عندما يحضر لا تملك إلا التصفيق له. دكتور، أبو محمد قبل شوي قال أنه النصر خسر من الهلال بس ابتعد عن المنافسة، ممكن حتى يكون مركز غير الآن برأيك، ورغم أنه مركز ثالث خلاص راح المنافسة؟ لا لا، المنافسة راحت، يعني برأيي يعني الاتحاد راح انتهت. لا تنسى الاتحاد عنده بعد مباراة أيضا همين مؤجلة، يعني الآن هو فرق ويا الثاني حوالي 11 نقطة، صح لو لا؟ وبالتالي من الصعوبة جدا، وعنده مباراة مؤجلة، يعني حتى لو تعادل ياخذها يصير فرق، هو السنة احتمال يكسر الرقم القياسي مال الهلال يعني بالنسبة للنقاط، يعني لحد الآن هو احتمال قوي. منحت بس منحت اللقب للاتحاد. أبو محمد، تعاون وفيصلي اثنيناتهم راح يمثلوا المملكة في دوري أبطال آسيا، شكلهم الاثنين كمان مهددين بالهبوط. وهذه المشكلة، يعني لأنه كان هناك أيضا من يطالب، وكان مقترح طبعا من أنه يغيروا نظرة مسألة اختيار من يمثل من خلال الترتيب. يفترض أنه من يمثل يقول من خلال المستوى، رغم أنه عندنا الآلية معروفة، بطل الدوري يمثل، بطل الكاس يمثل، الثاني أيضا يمثل، وهناك أيضا الثالث يلعب ملحق. فأعتقد أن التعاون لعب بدل الاتحاد ملحق، الفيصلي بطل الكاس والهلال بطل الدوري، فأعتقد أنه الآلية أحيانا ما تخدمنا. طيب دكتور، الاتفاق